احنا الاستراتيجي عامة بتاعت الاتحاد في التأهيل كان اللي هو ان الاول هأهل فرقة، لو لا قدر الله ما قدرتش أأهل فرقة هبدأ اركز على يعني عنصر فردي او عنصرين عشان اختار حد منهم يلعب الزون او حد يتأهل بالرانك الدولي بالتصنيف بتاعه في الرانك الدولي. فاحنا بدأنا الاول نلعب باللي هي الافريقية، وبعدين بدأنا نلعب كاسات العالم اللي هو فرقة يعني فلوري بنات بتاع سلاح الشيش، والحمد لله يعني ربنا وفقنا ان احنا قدرنا نحقق التارجتس. يعني في الافريقية خدنا فضة، وبعدين استمرينا خدنا دخلنا دور 16 في كاسات العالم يعني، فجمعنا البوينتس وبقينا من مصنفين اول 16 مصنف على الرانك يعني العالمي، وقدرنا ان احنا نتأهل لبطولة الاولمبيكس. هو في الاول يعني كان الواحد حاسس ايه اللي هو كان في كلام انها ممكن تتلغي، فكان الواحد بالنسبة له لا تتلعب دلوقتي احسن ما تتلغي، بس بعد ما عرفنا انها تتأجل حسينا انه ده ممكن يكون احسن عشان عندنا فرصة ان احنا نتمرن اكتر نشتغل على نفسنا اكتر. فيعني ما تضايقناش يعني بالقرار. في الفترة دي كان بيبعت لنا يعني بروجرام لتمرين فتنس نعمله في البيت، فكله طبعا حاول يشتري الايكويبمنتس اللي يقدر يجيبها في المساحة المتاحة عنده في بيته، وكنا بنشتغل برضو مع دكتور المنتل يعني كان بيعمل لنا كده زي زوم ميتينجز يقعد يتكلم معانا على حاجات وكده. واحنا من اوائل يعني المنتخبات اللي رجعت، احنا رجعنا في شهر 7 عملنا معسكر في الغردقة، فده كان بالنسبه لنا ادفانتج يعني. هو الحقيقه انه يعني هما كانوا يعني بيدعمونا معنويا وماديا في الحدود المتاحه هنا في مصر، لانه كان كل حاجه اصلا قافله بره، مفيش اصلا معسكرات متاحه، مفيش كل الدول قافله على نفسها، والاتحاد الدولي عندنا لغى كل البطولات، فانا ما كانش عندنا اصلا اوبشن ان احنا نسافر، فهما ما كانوش مقصرين يعني في حاجه. ولما جت يعني الفرصه ان احنا نسافر قدروا ان هم يعملوا لنا معسكر زي المعسكر اللي هو بتاع روسيا اللي جاي ده ان شاء الله. انا شايفه انه يعني ما دام الواحد بيجتهد وبيعمل اللي عليه التوفيق ده هيجي امتى انا ما اقدرش اقول، لان دي حاجه من عند ربنا. بس انا يعني كيارا يعني بحس ان انا عندي ثقه في نفسي عاليه قوي، يعني بحس ان انا بعمل كل اللي عليا، وانا بحب الموضوع اكتر من ان انا بعمله كده وخلاص. انا شايفه ان انا ممكن في يوم من الايام اوصل لحاجه كبيره قوي. هو اكيد في حاجه اسمها يعني بيج تارجت وفي تارجت تاني صغير، فانا ممكن في طوكيو كان عندي التارجت ان انا اصلا اشارك في الاولمبيكس وان انا اشوف الاكسبيرينس بتاعت الاولمبياد بتاعه الكبار عامله ازاي، وبعدين عندي مثلا بطوله العالم في مصر ان شاء الله السنه الجايه، فهي بالنسبه لي تارجت مش بس ان انا اشارك فيها، لان انا شاركت كذا مره اوريدي في بطوله العالم، فكل حاجه بحط لها تارجت صغير، وبعد لما بوصل له ببدا ان انا اكبر التارجت بتاعي. انا للاسف لما دخلت المنتخب كان تقريبا كل الناس الكبيره بطلت، يعني ايمان الجمال شيماء الجمال الناس دي كلها ما كانتش خلاص، كانت ده لان انا دخلت بعد لندن فهم بطلوا وقت لندن، وكان اللي موجود ايمان شعبان بس. والحقيقه هي كان في اهتمام رايح ليها يعني كويس، فكنت بشوفها بتسافر وكده، بس ما كانش عندي شويه الاكسبيرينس بتاعت السفر ده فين او ايه المعسكر او كده. المعسكرات طبعا مهمه جدا ان احنا بنقدر ان احنا نشوف حتى هم تمرينهم عامل ازاي، بنقدر ان احنا نلعبهم، فنبدا مثلا نشوف الريتم بتاعهم في اللعب التاكتكس بتاعتهم، بناخد خبره من ناس مثلا لو نتكلم على حاجه زي روسيا هم يعني رقم واحد على العالم عندنا في الفلوري بنات، وفيهم رقم واحد كمان على العالم فردي، فهي بتبقى بالنسبة لنا experience حلوة قوي، لأن احنا بنقدر نتمرن مع بطل العالم، ودي مش حاجة متاحة يعني في أي مكان. يعني أنا شخصياً بشوف مثلاً محمد عامر عنده فرصة كويسة، علاء برضو عنده فرصة كويسة، محمد حمزة عنده فرصة كويسة. يعني البنات احنا كلنا صغيرين في السن، بحس انه ودي اول مرة تقريبا لينا نشارك، يمكن ندى حافظ شاركت قبل كده ونورة منير شاركت برضو، بس برضو لسه كلنا صغيرين في السن وما عندناش الخبرة الكافية يعني، فما اقدرش اقول ان في حد ممكن يعمل ميدالية، لكن برضو ممكن حد يعمل نتيجة غير متوقعة يعني، ما يعني يوصل لدور 16 دور 8، وده هتبقى حاجة برضو يعني كويسه بالنسبه لسننا والاكسبيرينس بتاعتنا. بيلعبوا بطولات كتير، بيعسكروا كتير، بيحتكوا ببعض كتير قوي، يمكن احنا ما عندناش الاحتكاك اللي هو بنفس النسبه بتاعتهم، يعني هما مثلا بيلعبوا 12 بطوله في الموسم، احنا ممكن نلعب 5 منهم، فالمستوى طبعا متقارب، التمرين كله كان بايظ كله عند كل الناس. فانا بالنسبه لي هو الاكسبكتيشنز مش بس عشان الاكسبيرينس، هو عشان ان دلوقتي كلنا محطوطين في نفس الكونديشنز ونفس الظروف، فمحدش فارق عن التاني قوي يعني.